السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما لا يخفى عليك هو المذاق الفريد الذي يمتاز به الباذنجان، غير أنه حسب الكثير من الدراسات الحديثة، فللغذاء خصائص كثيرة أخرى يدعم بها انتظام معدلات سكر الدم. فحسب بحث نشر بالمجلة الدولية للعلوم الجزيئية، فإن مركبات البوليفينول المتواجدة بالباذنجان تثبط نشاط أنزيم ألفا أميلاز المسؤول عن هضم الكربوهيدرات، الشيء الذي يمنع ارتفاع مستويات جلوكوز الدم بعد تناول الوجبة. ولكن ليس هذا كل شيء، فوفرة الغذاء أيضاً على مستوى الألياف، فهو يعزز انتظام معدلات سكر الدم. إذ حسب دراسة نشرت بمجلة داء السكري والتمثيل الغذائي، فإن التناول اليومي لما يقرب 4 غرامات من العناصر التي ذكرناها تواً من شأنه تحسين حساسية الأنسولين. ومن هنا، فإن كنت تعاني من الداء الأيضي وترغب في الاستفادة من الباذنجان، فينصح بتناول أونصتين إلى 3 منه، أي حوالي 100 غرام مسلوقة خلال حصة واحدة في اليوم. وختاماً لحلقتنا، نرجو أن نكون قد أفدناك عزيزي المشاهد بهذه المعلومات حول الباذنجان. وإلى موضوع قادم إن شاء الله، دمت ومن تحب بصحة وعافية.